معي ضيفتي الفنانة البحرينية في الشرقاوي. في حديثين عن تجربتك هاي وما أهمية وجود هذا الحدث في لندن الذي سمح لكم بالحضور. أنا جدا سعيدة بهذا الحدث، ديربي كبير وخطير ومهم، وأعتقد أنه يعني هذا يوم فرح للمشجعات الهلاليات والنصراويات أنهم يحضرون هذه المباراة وفي هالأجواء اللندنية الجميلة، تواجد جماهيري ضخم. أهني رابطة المشجعين النصراويين والهلاليين وكل الجماهير الحاضرين، واعتقد انه يعني اعتقد ان هذا ايضا بيحرك مزيد من المياه وبيسوي حركه اكثر في الرياضه السعوديه. ومبروك للمشجعات الهلاليات والنصرويات هذه الفرصه الجميله، اهنيكم. في برايك اختيار لندن تحديدا كان موفق؟ طبعا، وهو في احلى من لندن. انا سعيده جدا ان احنا موجودين وصادف وجودنا هذه الفرصه الجميله لحضور المباراه. ما كنت راح افوت هذه الفرصه ابدا. احنا كنا في باريس ونزلنا خصوصي علشان المباراه، البارحه وصلنا من كان وكلنا ما تفوتنا يعني المباراه باي طريقه كانت، لان اكيد كل اللي يحب الهلال ويحب النصر يحب انه يحضر مباراه من هذه النوعيه. واتمنى نشوف مباراه ممتعه وشيقه ولعب نظيف وتشجيع حماسي جميل من جماهير الفريقين.